يشدنو أن الرئيس سعد الحريري وصل الفجر على فرنسا. وبعد وصوله التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل ما ترجع تنضم لهم عائلته بقصر الإليزي، وكان لافت التصريح اللي أعطى الرئيس الحريري بعد خروجه من الإليزي. أنا إن شاء الله حأحضر عيد الاستقلال بلبنان، ومن هنيك كل مواقفة سياسية بدي أطلقها من هنيك بعد ما أشوف فخامة الرئيس الجمهورية. أنا أنتم بتعرفوا أنه أنا قدمت استقالتي، ومن هنيك إن شاء الله بنحكي بلبنان بهذا الموضوع.